الأخيرة الأسئلة على موضوع الدوار. يا دكتور أشرح لنا الدوار وليش يجيني أنا دوار، وأتكلم عن بالضبط فروق الدوار. ليش بنسأل المواضيع هذه؟ لأنه فعلا الدوار من الأشياء الطبية، أو خلينا نقول من الأمراض أو الأعراض اللي يصعب في كثير من الأحيان إيجاد التشخيص الصحيح مباشرة. لذلك تلاقي المريض في أغلب الأحيان تايه، مو عارف بالضبط أنا عندي مشكلة في الأذن الداخلية، أنا عندي مشكلة في الركبة، أنا عندي مشكلة في العضلات، أنا عندي مشكلة في الأكل، هل طبيعة نمط حياتي في مشكلة، أنا عندي مشكلة في النظر، هل أنا عندي كريستالات في الأذن، عندي منير، عندي ضعف سمع، إيش بالضبط يا دكتور عندي وش المشكلة؟ اليوم إن شاء الله حنبدأ نتكلم بتفصيل كيف جسم الدوران أو الاتزان في جسم الإنسان يسير، ونتكلم إيش أكثر الأمراض انتشارا. حنتكلم رقم واحد عن الدوار الدهليزي الحميد، وحنتكلم برضو عن مرض منير، حنتكلم عن الدوار الناتج من الصداع النصفي، حنتكلم عن الالتهاب الفيروسي للعصب المسؤول عن الاتزان، وحنتكلم كمان عن التهاب الأذن الداخلية بالكامل اللي هو الالتهاب الفيروسي اللي هو اللابريتاكس. هذه طبعا أكثر الأشياء انتشارا أو الأمراض انتشارا بالنسبة للإذن الداخلية أو اللي في التخصص عندي بتسبب الدوار، وأغلب الناس بيسألون عليها. فحنتكلم اليوم بالتفصيل عن كل واحدة بالضبط إيش المشكلة وإيش الأعراض وكيف أقدر أعرف إيش المشكلة اللي عندي. إذا ما كانت عندك المشكلة أحد من هذه الأشياء اللي قلتها، ففي الغالب 99% يكون في شيء ثاني مرتبط بهذا الموضوع. لكن حنعطيكم برضو في الأخير نموذج بسيط تقدر من خلاله تحدد بالضبط إيش المشكلة اللي عندك. ففي الأخير حنعطي نموذج بسيط، هذا النموذج تقدر من خلاله تصنف نفسك بالضبط، هل أنا في هذه الكاتيجوري أو في هذه المجموعة من المشاكل، وكيف أقدر أحدد بالضبط إيش عندي، وكيف أقدر أساعد نفسي بصورة أفضل بالضبط، عشان تقدر على الأقل تروح للطبيب المناسب اللي يقدر يساعدك بصورة أفضل في الحالة الصحية اللي أنت تشتكي منها أو أحد من أفراد أسرتك يشتكي منها. باختصار جدا، يحافظ الجسم على الاتزان بعمل ثلاثة أعضاء موجودة في جسمنا. إيش هي ثلاثة أعضاء هذه؟ رقم واحد الأذن الداخلية، رقم اثنين النظر، رقم ثلاثة المفاصل والعضلات. فإذا كانت عندك مشكلة في المفاصل والعضلات، ممكن الأذن والعين يحسسوك إن الأمور تمام والأمور كلها كويسة، فبيحاولوا يجهد زيادة على الموضوع بحيث إنه الجسم يكون متزن. إذا عندك مشكلة في النظر، الأذن والمفاصل بيحاولوا يشتغلوا بصورة أفضل عشان يعوضوا النقص اللي عندك من الإشارات. هذه الثلاثة أعضاء تعطي ملايين الإشارات للمخ في الثانية الواحدة، والمخ بيدرسها ويتأكد إنه الجسم سليم. مثال سريع، إذا أنا جالس على كرسي، عظمة الفحوط عندي بتقول لي ريان أنت جالس ترى الآن على كرسي، العين بتتأكد والإذن بتتأكد إن أنت ما بتطلع ولا بتنزل ولا بتسرع، ويكون الجسم متزن تماما. هذه الطريقة الطبيعية الفسيولوجية اللي يحس فيها الجسم إنه متزن. الآن نجي نتكلم إذا في مشاكل إيش يصير. خبر جيد جدا طبعا، إذا كانت المشكلة اللي مسببة للدوار هذه من الإذن الداخلية، في الغالب تكون المشكلة تقريبا، صحيح في بعض الأحيان في شوية تحديات في التشخيص، لكن إنه مر أو أول ما نلاقي التشخيص حيكون الموضوع إن شاء الله يعالج وبصورة إيجابية. صحيح في بعض الأحيان يأخذ وقت بسيط، لكن تتعالج المشكلة وتكون الأمور إن شاء الله بإذن الله في أغلب الحالات تمام. فإذا كانت عندك مشكلة في الإذن الداخلية لا تقلق، في الغالب يكون الأمور كويسة وتقدر تمارس حياتك بصورة طبيعية. والآن مع تطور الطب والعلم الآن في علاج تقريبا لأغلب هذه المشاكل. الحالات الأخرى لما يكون المشكلة عندنا في النظر أو العضلات المفاصل حقت الظهر والرقبة، هنا اللي موضوع صراحة يخرج من يدنا وما نقدر نسيطر بالضبط على طريقة العلاج بالصورة السليمة. الآن حنبدأ نتكلم على كل مرض من أمراض الإذن الداخلي اللي تكلمنا عليها قبل شوية بالانتشار، بأكثرهم انتشارا. رقم واحد اللي هو الدوار الدهليزي الحميد. إيش هو الدوار الدهليزي الحميد هذا وكيف يصير؟ طبعا الدوار الدهليزي الحميد يفجع، يعني لما يجيك لا سمح الله وليجي أحد من أقربائك ترى الموضوع مفزع جدا للمريض. ليش؟ لأنه يشوف الدنيا كلها تلف فيه ومو عارف بالضبط إيش الحركة اللي أسويها، إنه ترتاح تلاقي يغمض عينه ويزيد، والموضوع ترى يجي لثواني. فدوار الدهليزي الحميد يجي لمدة ثواني، ليه علاقة تمام بحركة الرقبة، فما يجي وانت حركت وانت جالس في وضعك الطبيعي، لا، إذا حركت رقبتك يمين أو يسار أو انسدحت أو لفيت راسك غالبا من اليمين إلى اليسار أو العكس، هنا يجي الدوخة وتستمر، يستمر الدوران، تشوف كل الغرفة تلف فيك، وهذا يستمر لمدة ثواني
وتختفي تدريجيا لوحدها، لكن ممكن خلال هذه الثواني يجيك احساس بالتقيؤ او انك نفسك تلعب كذا وتحس انك وضعك مو تمام. هذا مقدمه عن موضوع الدوار الدهليزي الحميد. الان هذه الصوره اللي تبين بالضبط عندنا الاذن الخارجيه امتدادا من الصوان الاذن الين الطبله، هذه كلها اذن خارجيه، وبعدين الاذن الوسطى اللي فيها العظيمات حق الاذن مع قناه استاكيوس، وبعدين عندنا الاذن الداخليه اللي هي الموف البنفسجيه الموجوده جوا دي. طبعا ايش الدوار الدهليزي الحميد؟ في كريستالات ربنا خلقها جوا كل جزء منتفخ من القنوات الهلاليه. للعلم طبعا في ثلاثه عندنا في الاذن اليمين وفي ثلاثه قنوات هلاليه في الاذن اليسار. فمهمه الطبيب انه يعرف المشكله فين بالضبط في اي قناه عشان التمارين تكون صحيحة ويرجع بصورة كويسة ويتعالج بصورة كويسة. الكريستالات الموجودة أو الرمل أو الموجودة البلورات الموجودة جوا الإذن هنا تتحرك وتكون في محل غير طبيعي، لنفرض أنها وقفت في هنا في هذه المنطقة وما رجعت لمحلها الطبيعي، هنا تجي عند المريض هذه المشكلة. والطبيب بكل بساطة حيشخصك فين المشكلة ويرجع الكريستالات لمحلها الطبيعي وتزبط الأمور وتتعافى إن شاء الله بصورة مباشرة. طيب ايش الاسباب اللي تخلي المريض اساسا يجي له دوار دهليزي حميد؟ الاسباب الاكثرهم هي اي ضربه على الراس، يعني مثلا تلاقي المريض بيسوق ولا لا سمح الله تعرض لحادث في السياره وضرب راسك بسرعه على ورا او على قدام، او انك جالس لفتره طويله زي نلاحظها في كبار السن مثلا انهم يكونوا جالسين لفتره طويله على السرير مثلا وبيقرا قران لفتره طويله، هذه الوضعيه بتغير محل البلورات وتكون سبب انه المريض يبدا تجيله هذه الحاله. وللاسف مؤخرا بنشوفها كثير المرضى حتى صغار السن، يعني من الثلاثين وانت طالع بيكون المريض بيجلس اغلب وقته على الجوال بصورة غلط وتبدأ يجيله الدوار الدهليزي الحميد، وفي بعض الاحيان يحتاج الى جلسة او جلستين من العلاج اللي هو التمارين للاذن الداخلية عشان ترجع هذه البلورات الى محل الطبيعي ويتعافى تماما. في اي مضاعفات؟ لا. هل المرض ممكن يتكرر؟ نعم ممكن يتكرر في نسبة 10-20%، لكن نادرا جدا انه نشوفه مرة اخرى في نفس المريض. من الاشياء اللي دائما ملاحظه في هذا المرض انه في بعض الاطباء يعطوا اوراق او مقاطع فيديو ويقولوا والله المريض يلا روح حبيبي البيت وسوي هذه التمارين في البيت عشان تتحسن. طبعا انا شخصيا ما انصح بهذه المشكله بهذه الحركه، لانه ممكن لا سمح الله يتعرض المريض الى نوبه دوار شديده جدا، ممكن يطيح، ممكن يتأدى فيها، ممكن تكون العواقب بره بعيد وخيمه. فمهم جدا انه الواحد يعمل هذه التمارين تحت اشراف طبي، بغض النظر عن طبيب، ممرض، علاج طبيعي، اوديولوجيست، اخصائي سمعيات او دوخه، ما تفرق. اهم شيء انه يكون تحت اشراف احد عشان يمنع لا سمح الله اذا كان بيطيح انتبه له. هذه الحركات مهمه جدا. النقطه الثانيه، هل فعلا تكرار هذه التمرين؟ نعم، بعض الاحيان نحتاج انه نكرر هذه التمرين مره او مرتين عشان المريض يتعافى بالكامل، لانه ما تتحرك كل البلورات كامله ترجع لموضعها، فنعم يحتاج انه ياخذ اكثر من جلسه في العلاج. النقطة الأخيرة في الأسئلة اللي بتجينا بخصوص الدوار الدهليزي الحميد، دكتور هل التمرين هذا يمشي مع كل الأمراض؟ لا طبعا. زي ما شرحنا سابقا في كل إذن عندنا ثلاثة قنوات، يعني عندي في اليمين ثلاثة وعندي في اليسار برضو ثلاثة، فأي قناة تتأثر لها تمرين منفصل، اليمين غير اليسار واليسار غير اليمين والشمالية غير الجنوبية والشرقية غير الغربية، فكل واحدة لها طريقة. فمهم جدا أن الواحد يعرف بالضبط ايش التمرين الصح، الطبيب حينصحك حيقول لك بالضبط هذا التمرين اللي حنسويه عشان تتحسن فيه. تمارين اخر، اي تمارين اخرى ممكن لا سمح الله تؤدي الى انه تتحرك الكريستالات او تزود الطين بله، يعني ممكن تزود المشكله او تتحرك في موضع غير مستحب وتسبب لك مشكله في قناه هلاليه اخرى تخلي المرض ممكن يطول او العلاج يطول شوي. المرض الثاني المنتشر جدا بالنسبة للإذن الداخلية اللي هو مرض مينير. إيش هو مرض مينير؟ مرض مينير هو مرض احتباس لبعض السوائل، بدون ذكر أسماء عشان لا نتعقد وندخل في تفاصيل إضافية. سوائل داخلية في الإذن الداخلية تبدأ تتجمع، هذه السوائل تتنفخ في منطقة وهذا الانتفاخ يحسس المريض بأنه في موية في الإذن، فتحس بصوت شديد جدا مع انسداد أو إذنك كنا انسدت فجأة، وطنين شديد جدا مع هذا الطنين، بعدين يبدأ يجي دوار. الدوار في مرض مينير يستمر من دقائق إلى ساعات. ثواني؟ لا، ما يجلس ثواني، يجلس دقائق إلى ساعات. عشان كذا نقدر نميز، هل يعدي طب 24 ساعة؟ لا، ما يعدي 24 ساعة. ما يكون أكثر من يوم كامل. طبعا نتكلم على الدوار الفعلي، يعني وقتها الغرفة كلها والأغراض كلها اللي تطول فيها تدلف فيك، إحساس بالغثيان، الله يكرمكم الاستفراغ والكلام هذا. فهذه أعراض مرض منير. احتباس السوائل هذا بيجي بأسباب غير معروفة، ما نعرف بالضبط هل هو زيادة في الإفراز أو هو عبارة عن قلة في التصريف لهذه السوائل.
فهذا الشيء بيسبب انتفاخ بسيط ويبدأ يأثر لا سمح الله على السمع، فالسمع عند المريض يبدأ يضعف تدريجيا في الإذن. نعم في حالات 25% يتصاب منير في الإذن اليمين واليسار، فممكن يكون الضعف في الاثنين وبرضه يكون السبب منير. طريقة علاج منير طبعا هو من الأمراض المزمنة اللي لازم زي تقريبا مرض السكر أو الضغط لازم تهتم فيه عشان تتعالج فيه. إذا جلس فترة 9 شهور بدون ما يجيك أي نوبة دوار أو هجمة دوار من منير، حنصنف إنه المريض تعافى بإذن الله وتسيطر على المرض بصورة كاملة. طريقة العلاج طبعا تتراوح من تغيير في نمط الحياة إلى بعض العلاجات الأدوية إلى بعض الإبر كورتيزون، توصل لمرحلة العمليات الجراحية أو لا سمح الله بعض الإبر اللي بتساعد في إزالة هذه الأعراض. لكن أغلب الأمراض منير بتسيطر عليها إن شاء الله، خلينا نقول نسبة 90%. المرض الثاني اللي هو مرض منير نتكلم عنه، في بعض الناس بيسألوني دكتور إيش الأكل اللي المفروض أنا أبعد عنه. طبعا أهم شيء إنه الاتزان في الأملاح، لما تأكل ملح حاول الملح مرة يكون قليل في يومك كامل. النقطة الثانية القهوة، الشوكولاتة، الطماطم، الجزر، البهارات أو الأكل اللي يسوي احتباس للسوائل داخل الجسم. هذه المأكولات كلها المفروض إنه يتجنبها المريض اللي عنده منير، بالإضافة إلى شرب كمية كافية من المويه يوميا. يعني ما تيجي تقول لي والله أنا أتمرن كل يوم وأشرب والله 2 لتر مويه، ما ينفع. لازم إذا تتمرن كل يوم لازم تشرب 3 لتر مويه أو 3 لتر ونص بناء على حجمك أو البادي ماس إندكس حقك. فمهم جدا إنه الواحد يعرف بالضبط إيش طبيعة نمط الحياة عشان يقدر يسيطر على هذه المشكلة بصورة أفضل بإذن الله. المرض الثالث في الأمراض اللي المنتشرة في موضوع الإذن الداخلية والدوار الناتج من الإذن الداخلية هو مرض الالتهاب الفيروسي اللي يصيب الإذن أو العصب المسؤول عن الاتزان اللي هو فيستيبيولر نيورايتس. هذه فيروس يجي زي الزكمة لكن يصيب العصب المسؤول عن الاتزان. ممكن يصيب العصب المسؤول، لأنه عصب الاتزان وعصب السمع يمشوا مع بعض، ممكن يصيب العصب حق الاتزان لوحده، ممكن يصيب العصبين مع بعض. بس في هذه الحالة إذا صاب عصب السمع بيتأثر السمع بيضعف عند المريض، إذا صاب عصب الاتزان وهو الأكثر انتشارا تلاقي المريض يجيله الدوار. وكيف نقدر نميز الدوار؟ يستمر إلى أيام، يمكن يوصل لحد أسبوع تقريبا. لكن مهم جدا إنه في هذه الحالة يعرف المريض إنه في الغالب 99% المريض يتحسن تدريجيا مع تأهيل. أهم شيء إنه ما ناخد أي شيء منوم، نحاول نرتاح نريح. حتى بعض المرضى ما يحتاجوا تنويم في المستشفيات، مجرد إنه يعرف مصلحة نفسه ويريح في البيت في الغالب المرض هذا بيخف تدريجيا ويتحسن. أي نعم. طيب كيف يوصل العصب؟ في ناس كثير يسألوا دكتور كيف يوصل الفيروس هذا لهذا العصب؟ طبعا الفيروس هو موجود في أعصابنا، في أغلب الحالات يكون موجود هذا الفيروس موجود ونايم في العصب. مجرد ما مناعتك تطيح لأي سبب، إن كان إرهاق، سهر، عدم نوم، قلة نوم، جفاف، ما بتشرب مويه كويس، التهابات فيروسية، أرهقت نفسك، سافرت فترات طويلة، هذا كل الأشياء بتضعف مناعة البني آدم ويبدأ سبحان الله الفيروس هذا يتمكن من العصب ويبدأ يجيك تجيك هذه المشكلة. طبعا في مرضى بيسألوني دكتور يطول العلاج بالنسبة للالتهاب الفيروسي المصيب العصب الاتزان؟ اي نعم في بعض الاحيان يطول، وكل ما حاولت انك تستحمل الفتره الاولى وتجي على نفسك وتتحمل الاتزان الجسم سبحان الله بيحاول يعوض وبتتعافى بصوره اسرع. عدم الالتزام واخذ بعض المسكنات او السيديتيف او الاشياء اللي تخلي الواحد ينام بعض الاحيان عشان الراحه من الدوخه بتخلي المرض يطول، والعلاج للاسف بيطول برضو شويه، ممكن ياخذ تقريبا لحد شهر. إذا زادت الأعراض الأفضل عمل بعض الأشياء. إذا زادت فترة العلاج هذه فالأفضل في هذه الحالة إنه الواحد يبدأ يتابع مع أخصائي علاج طبيعي مخصص ومرخص ودارس التأهيل حق الاتزان. هذول أكثر ناس ممكن يساعدوك في خصوص العودة إلى الوضع الطبيعي من الاتزان، لأنه هنا المشكلة اللي بتجي إنه الجسم يفقد بعض أحيان بعض الإشارات اللي بتساعده عن الالتزام نتيجة لضعف في وظائف الإذن الداخلية. مهم جدا الواحد يبدأ يتحسن شوي شوي مع العلاج الطبيعي بإذن الله، إن شاء الله يرجع لوضعه الطبيعي بدون أي شيء، يقدر يمارس حياته كاملة مكملة بصورة طبيعية كاملة الحمد لله. المرض الرابع اللي بنتكلم عليه اليوم هو مرض أكثر شايفينه صراحة مؤخرا في العيادات بصورة مكثفة شوي، اللي هو الدوار الناتج من الصداع النصفي. في هذه الحالة يعاني المريض من دوار يكون لي تريجر، يعني في شيء سواه المريض يبدأ يجيله هذا الدوار. يعني إيش مثلا؟ يعني مثلا تلاقيه شم عطور مثلا قوية، مثلا أتعرض لضوء قوي جدا، سهر، أتعرض لدخان،
حاسة الشم عنده فيها أي شيء ممكن، يكون المريض كمان عنده هذه مشخص، يعني أحد شخصه قبل كده إنه عنده صداع نصفي. طبعا الصداع النصفي أو الشقيقة اللي هو يجي نتيجة لتعرض الإنسان إلى بعض المنشطات الخارجية اللي تبدأ تخلي الواحد يبدأ يجيله انقباضات أو في الشرايين والأوردة الموجودة في الدماغ، وتسبب صداع وآلام شديدة تخلي المريض ما يمارس حياته بصورة طبيعية. بدل الصداع هذا ممكن يجي معاه دوران. العرض الأبرز اللي يميز الصداع الناتج من الشقيقة أو الصداع النصفي هو الصداع. فالمريض اللي يعاني من هذه المشكلة فعليا يجي له صداع شديد يضايقه وحتى ما يخليه يقدر يفتح عينه لهذه الدرجة، يعني زي الصداع النصفي تقريبا بالضبط. وفي هذه الحالات في الأغلب يعالج عن طريق طبيب المخ والأعصاب اللي يقدر بيعطيك بعض العلاجات اللي تقدر تساعد في تقليل الأعراض ومن ثم العلاج بإذن الله. أخيرا أحب أوضح للناس والمتابعين والناس اللي عندهم فعلا هذه مشاكل من الاتزان، مجرد إنك تروح لطبيب أنف وأذن وحنجرة يقدر يساعدك، أو دكتور مختص طبعا في الأذن يقدر يساعدك بالضبط فين المشكلة، وإن شاء الله بإذن الله تنحل في أغلب الحالات. مدة الدوران الفعلي اللي يشتكي منها المريض تقدر تشخص تقريبا 90% في أغلب الحالات، إذا كانت ثواني دقائق أم ساعات أو أيام. مصاحبتها للصداع برضو بتساعد في تشخيص حالتك بالضبط بصورة أفضل. إذا بذلت أي مجهود في الغالب غير الأشياء اللي بقولها هذه، ممكن يكون المشكلة نتيجة إلى فقرات الرقبة أو شد في عضلات الرقبة. إذا عندك آلام في الرقبة أو الفقرات الأفضل عالجها قبل ما تزور طبيبة الأذن للتأكد من أي مشاكل. غالب مشاكل الأذن بتكون لها أسباب معارضة أو أسباب مصاحبة في الأذن، زي ضعف السمع أو